عاصمة واشنطن ليس بعيداً عن البيت الأبيض ليكشف عن الخطوط العريضة لسياسته إذا ما فاز فعلاً في الانتخابات الرئاسية نهاية العام. معظم الخطاب تركز على ما قال إنه ضعف الإدارة الحالية وتعهد بأن يعيد إلى أمريكا مكانتها حول العالم، وحمل ترامب إدارة أوباما مسؤولية ما سماه الوضع الخطير في الشرق الأوسط. كانت هناك أخطاء في العراق وفي مصر وفي ليبيا، ثم ما وصف بخط أوباما في الرمال في سوريا، وكل هذه الأخطاء أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وإشاعة الفوضى، ومنحت تنظيم داعش الفرصة التي يحتاجها ليكبر ويرسخ وجوده. كما انتقد ترامب بشدة الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة مع إيران حول ملفها النووي، وقال إنه لا يمكن الوثوق بنوايا الإيرانيين، كما شدد على ضرورة وقوف أمريكا مع حلفائها خاصة إسرائيل التي وصفها بالحليف الوثيق، كما أشار إلى دول عربية لم يذكرها بالاسم، لكنه قال إن على أصدقاء أمريكا أن يثبتوا وجودهم من خلال المشاركة في العبء على حد قوله. وانتقد ترامب كل من أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لما وصفه رفضهما استخدام تعبير الحرب على الإسلام الراديكالي، وحرص مسؤولون في حملته على التقليل من تصريحاته السابقة حول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. هناك عملية توضيح، وهو قالها الآن إذا تذكر المشاهدون تقريبا في نهاية خطابه، أنه سوف نعمل مع شركائنا في العالم العربي والإسلامي. طيب إذا هو بده يمنع العرب والمسلمين أن يدخلوا، كيف بده ينعمل هذه الشراكة؟ هذا يعني أنه اللي قاله في الخريف الماضي لا يعني العرب والمسلمين كهوية، ما يعنيه أنه هنالك قلق أنه إدارة الرئيس أوباما لم تعمل بشكل جدي على ضبط من هم المتطرفين التكفيريين الذين قاموا بعمليات في باريس وهنا، وقاموا ويقومون في عمليات في العالم العربي. خطاب ترامب جاء بعد ساعات من فوزه في الانتخابات التمهيدية التي جرت في 5 ولايات في شمال شرق أمريكا، متقدماً على منافسيه تيد كروز وجون كيسيك بأغلبية كبيرة، حتى أنه وصف نفسه بالمرشح المفترض للجمهوريين حتى قبل انتهاء الانتخابات التمهيدية. وفي المقابل فازت المرشحة هيلاري كلينتون بأغلبية أصوات المندوبين في 4 ولايات من أصل 5. وعلى عكس ترامب، فقد حاولت كلينتون مد يدها لمنافسها بيرني ساندرز ومؤيديه بقولها إن هناك الكثير مما يجمع المرشحين، وامتنعت عن انتقاد السيناتور من فيرمونت الذي كشف أنه سيواصل العمل على فرض أجندة اجتماعية على الحملة الانتخابية إلى آخر لحظة، في إشارة إلى أنه قد يواصل حملته حتى مؤتمر الحزب في الصيف المقبل. أنهى دونالد ترامب للتو أولى خطاباته، تحدث فيه عن رئاسته التي ستعيد هيبة أمريكا إلى الساحة الدولية، كما تحدث عن أهمية مواصلة الحرب ضد ما يسمى بالإسلام الراديكالي، وأشار إلى أن أمريكا ستوثق علاقاتها مع حلفائها، كما أنها ستقود العالم حسب القيم التي اعتاد عليها الشعب الأمريكي. عصام كرماوي، BBC واشنطن.